من خلال التوجيهات السامية والمتعلقة بما يجب أن نقوم به طيلة السنة التشريعية الأخيرة لهذه الولاية. بطبيعة الحال دائما نعتبر ولازلنا نعتبر أن خطاب جلالة الملك هي بمثابة برنامج عمل، حيث يؤكد جلالته على كل القضايا التي تكتسي رهينية خاصة. وبهذه المناسبة أكد جلالة الملك على أن الأوضاع التي نمر منها والتي نعيشها اليوم لا على المستوى الوطني ولكن كذلك على المستوى العالمي فهي أوضاع استثنائية بطبيعة الحال، لكن مواجهة هذه الأوضاع الاستثنائية جراء كوفيد 19 جعل من الشعب المغربي يسعى إلى جعل هذه المحنة مناسبة لتجاوزها. وجلالة الملك كالعادة موضوعيا يؤكد كل الاختلالات التي أبرزت من خلال هذا الوضع الاستثنائي الذي نعيشه. وفي هذا السياق بطبيعة الحال مجلس النواب بكيفية خاصة نظم وأحدث مجموعة موضوعاتية خاصة بإصلاح المنظومة الصحية، ونعتبر بأن هذا العمل منسجم مع ما أكد عليه جلالة الملك من خلال تشخيص مجموعة من الاختصاصات. وكذلك سنعمل على تنظيم يوم دراسي خاص بالقطاع الخاص قريبا، لأننا نعتبر أن القطاع الخاص على ضوء كل التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني لابد من مراجعة مهامه في الاتجاه الصائب. وهذه الأمثلة مرة أخرى تؤكد مدى تجاوب مجلس النواب بكيفية خاصة على كل التوجهات التي يؤكد عليها جلالة الملك بمناسبة افتتاح دورة الخريف.